مقطع جديد بعد غيبة. بس نظرتي انا انتجع الرقادة اللي تو عندي، والله ما ادري صوتي واضح منها والله لا، لكن السلام عليكم، يعطيكم العافية على التفاعل واللايك والسبسكرايب. والله انا ما ادري اهج اروح اموت، يرجع فترونهم بيضة لو مير مين مسوي عش، مين مسوي عش لونه لواد حطه هذول، ودك تتقصن بيها يا رجل. قصنت لا عن ابوك، لعن ابوك. طبعا هذه وزة اللي بيضت هنا سويت لها عش، وبيضة نقلتها على الوزة اللي داخل. الوز هذا خلاص انت ابوك الحين صار راقد، وفي بعد وزة ثانية خيبة اللي تبيض هنا، وكفرات مليئة بلدوة، يعني صناديق واجدة، صناديق أكثر من وزة صناديق، لكن في وزة حب يبيض هنا. بيضت الحين الآن وكالة سويتها شبكة. كل يوم اكتشف وزة غبية، لقيت واحدة مبيضة جاي، وين مكان جوا فاضي، وهذه مبيضة جاي سويتها مكان، يعني ما ادري وين اروح. فيها اكثر من كفر فاضيات، ولا بيض الا برا. ليش ليش يا ربي ليش؟ هذه أكثر من مرة حصلها تبيض هنا ودخلها بيض جوا تبيض من جديد. ليش؟ يعني عشان شعرة مختلف عن شعرهم، والله وشو علامة خلوه، والله لو رجعت جبكتها هاي عش هذا الانتقام يوم الترحيم، أحرمت من عيالي. ترى هي اللي اول بيضت هنا، لكن البيضة اخذت بيضها وشافتها البيت مناسب، قالت خلني القدعية البيضة، وهي وسوت جت هنا وسوت بيضة، وينسرق منها ثاني مرة انا متأكد. هذه بيضة الرومية بكر اول مرة تبيض، كبر حجم بيضة الدجاجة. هذه بيضة الرومية الأصلية هذه الكبيرة، نسوي مقارنة خفيفة لطيفة، هذه بكر وهذه عجوز، وهذا بيض براهمة، هذا عدروم. وراح هذول يتهاوش، يلا ما شاء الله تبارك الله هذه مكتملة راح ترقد، وهنا في عش جديد، هذه راقدة يا حمسيان. طبعا هذه وزة الله يشفيها مبيضة هنا، والجنوط ملي بلاد وعبا، يعني ليه مبيضة هنا والله هنا في بيض، ليه مبيضة هنا طيب والله هنا، والله هنا كلنا مرتبهم، آخر شيء تبيض هنا ما تستحي على وجهك، راح احطك هنا.
هذول الرقدات لهم اسبوع ما شاء الله. لا تحسبونها خربانه ترى هذه موضه جديده بيشن فتحه يعني كشفه وكذا. هذول فراعنه كل يوم اكتشف وزه غبيه. لقيت وحده مبيضه جاي والمكان جوا فاضي، وهذه مبيضة جاي سويتها مكان يعني ما ادري وين اروح. فيها اكثر من كفر فاضيات ولا بيض الا برا. ليش ليش يا ربي ليش؟ هذه اكثر من مرة احصلها تبيض هنا ودخلها بيض جوا تبيض من جديد. ليش؟ يعني عشان شعرها مختلف عن شعرهم. والله وشو علامة تخلوها والله لو ردت ضبطتها. هاي عش هذا الانتقام يوم الترحيم احرمت من عيالي. في وقت ترى هي اللي اول بيضت هنا لكن البيضة لكن البيضة اخذت بيضها شافتها البيت مناسب قالت خلني القدعية البيضة. وهي وسوت جت هنا وسوت بيت وينسرق منها ثاني مرة أنا متأكد. اليوم بما أني فاضي بدي زبط ماسورة هذه تصريف المويه الوز برا حق برت. وهذه من هنا من عدمه ودي اقصها بالنار وادفنها عاد. شغلت النار ومنها يروح عاد الماء وبصاصير البرسيم منها سماد عضوي ومنها اسقي ومنها افتك ان الماء لا يدخل حوش الوز. اول كان يروح هنا الماء داخل واقوم بصرفه عاد برا. الله يسد حاجه. هذا بعد ما قصيتها باقي اخليها ميول تحت اخلي الميول يجي هنا وادفنها. وهذه بعد ما دفنتها هذه فتحتها برتها. هذا مسار جديد بصرته اليوم. العالم من التفريغ اشتغل على الماء قلت خليني افرغ اليوم. يا اكياس داخل اطلعي صرت. والله ما شاء الله يا ضغطة يعني خليتها تفتيك لو تنسى الدمسورة هذه انا بضخها اقدر انضخها من هنا. وهذاك يصب وهذا يصب وهذا يصب. دوهج 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 صواب لا بالصواب. اشوف الخطة الحين مستمرة يمشي على خطة. بوريكم المقطع الأول قبل يصب هنا داخل الشب بمساحة هذي وناس وسلم منه. عاد بدي انظف وعديها من اول جديد. مستمرة بالتفريغ تمشي مين فين. شعيب ابو حوايا تاريخ اليوم 1400. يا سلام سلم خلاص هذه بكرة ازرعها. هذه مزروعة جاهزة عاد نموها بصرة جديدة تلقاها احسن من نموها برسيمان لان عنده سماد عضوي من بيرتها وزن.